أكيد موضوع الساعة اليوم والموضوع يلي قلقنا جميعاً، وكل يوم يمكن نسمع خبرية أو نسمع إشاعة موضوع كورونا كوفيد 19، البي سي آر أي متى لازم نعمله، هل مزبوط إذا طلع بوزيتيف يعني خلص هو بوزيتيف أو العكس، كيف بدي بين اثنين بوزيتيف ونيجاتيف، كل هالقصص وأكثر رح نحكيها اليوم مع ضيفتنا الدكتورة أمية مشرفية اختصاصية بالأمراض الجرثومية والمعدية أكيد عبر زوم. صباح الخير دكتور. اهلا، صباح الخير، يعطيك الف عافيه. الله يعافيك. اول شيء بدي يعني اسئله كثيره براسنا، وانا عم بحاول اسال اسئله الناس واسئلتنا جميعا كناس قلقين على الوضع، قديش عن جد لازم نقلق ونتحمل مسؤوليه هالعدوى الكبيره اللي عم نشوفها اليوم بفيروس كورونا؟ كثير مهم انه نقلق، لانه اذا قلقنا ممكن نتجنب ونلتزم. اليوم الوباء متفشي بالمجتمع وبطل بس من الوافدين واللي جايين من السفر. نعم. أي خطوة بتقوم فيها وزارة الصحة أو الدولة ممكن تبوق بالفشل إذا ما كان في التزام من الأشخاص. نعم. يعني ما بهم بس نعتل هم أو نخاف، بهم إنه ننفذ ونلتزم. اليوم في إجراءات كتير مهمة بعض الأفراد بالمجتمع ما عم ياخذوها، بعدنا عم نشوف تجمعات، بعدنا عم نشوف ناس ما عم تلتزم بالسوشال ديستنسينج، بعدنا عم نشوف كتير تجاوزات. بعض الإرشادات يلي كتير مهم إنه يتأيدوا فيها وبعض كتير ما عم يتأيدوا. أول شيء يعرفوا إنه هذا الفيروس كيف بينتقل عبر الالتصاق الوثيق، يعني بين الشخص والتاني يكون في التصاق وبيصدر من قطرات أو رذاذات من شخص تنتقل للشخص الثاني. نعم. وكمان مهم نعرف أنه في بعض الأشخاص هن كوفيد بوزيتيف بس ما عندهم عوارض، يعني أي شخص بوجنا ممكن يكون عنده كورونا وما عنده عوارض، فما نحن ناخذ هيك نكون مرتاحين. نعم. في ناس دكتور أمية كمان مش مصدقين خطورة هالفيروس، يعني عم نسمع أوقات حتى بروبورتاجات إعلامية إنه هالشي مش مزبوط، مش موجود، مش عنا، يعني قديش عن جد هالشي قلة وعي؟ أكيد، ما شو بدك، في عندك السيناريو الإيطالي، قديش راح الناس، قديش أطباء ماتت، قديش الطاقم الطبي توفوا. أكيد المرض أكيد خطير. هلأ عطول الناس عندها فكرة أنه هيدا فيروس، مزبوط هو هيدا فيروس، بس كمان نحن بنعرف أنه الفيروسات ممكن تكون مميتة، وأخص شيء بالناس اللي عندهم أمراض مزمنة. نعم. سكري، ضغط، قلب، ارتفاع، هودي كتير بعينه، أو نقص بالمناعة، وممكن نحن نكون ننقلهم الأمراض. وحتى في عنا حالات بالناس الصغار بالعمر. نعم. يعني الأدلتس اللي منهم كتير كبار بالسن كمان عم يوصلوا لحالات. أنت شفتي قديش كنا عم نعاني، عينة العالم عينة من التنفس الاصطناعي، نقص في الأجهزة. لا أكيد أكيد، يعني بده يكون المجتمع عن جد واعي، وبده يكون في التزام، وما ياخدوها هيك، يعني في شوية أهمال. يعني صحيح، عشان هيك يمكن دكتور أمية عم نشوف إصابات بأعمار صغيرة، لأنه الناس افتكرت أنه ما بيصيب هالفيروس أعمار صغيرة، فالشباب والصبايا من دون أي احتياطات موجودين وين ما كان بدون أي كمامات. أنا بدي أسألك كمان، هو واحد من أسئلة الناس الكبيرة، وين نحن بالعلاجات؟ هل بعدنا على نفس العلاجات من أول ما بلش الكوفيد 19؟ وليش عم تزيد نسبة الوفيات بلبنان؟ أوكي. هلا اول سؤال عن كنت عم بتقولي عن الصغار بالعمر انه اذا بينصابوا ولا لا. هلا كان واضح من الاول انه الناس الكبار واللي بيعانوا من امراض مزمنه هن اكيد عرضه، او الناس اللي عندهم نقص في المناعه. هلا كمان الناس تساءلوا عن الناس الصغار بالعمر وخاصه فئه الاطفال. هلا كل الدراسات فرجت انه الاطفال لسبب هن اقل عرضه من الكبار، بس وحتى اذا انصابوا الاصابه عم بتكون طفيفه. يعني عند الاطفال 90% من الاطفال بتمرق العوارض طفيفه خفيفه، سعال، شويه سيلان في الانف، او يكون عندهم حراره، بس ممكن يعدوا.
طبعا هلا اهم شيء بدنا نعرف انه شيء 18% ل 19% منهم هودي ممكن يكون عندهم كورونا بوزيتيف، بس هن بيعدوا، هن ما في خطر عليهم، بس خطر على الناس يلي عندهم خطر، عندهم امراض، هن يعني وسيله لنقل هالفيروس للناس اللي اكثر خطوره، عرفتي، اللي عندهم امراض مزمنه. بس كمان بدنا نعرف انه الاطفال يلي الرضع او اللي عمره اقل من سنه هودي كثير ممكن يتطور المرض عندهم وممكن يوصلوا لمحل انه يحتاجوا للعنايه المركزه. سو الاطفال يلي كثير صغار تحت السنه وال18 شهر هودي اكيد عرضه. هلا هيدا بنشوفه مع فيروسات ثانيه، يعني تحت السنه على طول الاطفال عرضه اكثر لتطور حالتهم يعني. بس كمان بدنا نعرف انه كل ما الولد بلغ اكثر، يعني صار عمره اكبر، وكل ما صار عمره اكثر من 10 سنين يعني تقريبا بتصير الحالات طفيفه. بس هيدا برجع بقول لك ما بيعني انه هودي الاطفال منهم عرضه، هودي مجموعه نحن عم نشوفها انه هي مجموعه عم تجي عند المرض طفيف، بس هن ممكن عم بيكونوا وسيله لنقل الجرثومه للناس الاكبر، ستهم، جدهم، اهلهم يلي بيكونوا عم بيعانوا من امراض، وممكن اذا فتك فيهم الفيروس يمكن ما يخلصوا. صحيح. يعني ما بدنا ناخذ شيء بالاهمال. دكتور، من وقت قطع وقت ما سمعنا بوفيات بلبنان، هلا بخلال هالاسبوعين عم تتزايد نسبه الوفيات، لشو هالشيء بيعود؟ لانه عم بزيد الانتشار اكيد. هلا وقت بلشنا ما كان الانتشار، وكان كمان العالم كانت احسن من هلا صراحه. هلا من وراء ما انفتح وصار في ريليس لللوك داون، حسينا انه الناس رجعت كانه حياه طبيعيه. يعني انا بمرق احيانا قدام مطاعم مثلا شوف 30 شخص ولا واحد حاطط كمامه، وبعدين يعني عم شوف ظاهره بيلبسوا كمامات، بس كل الكمامات تحت الانف وتحت الفم، ما كانه لابسين كمامه. هيدي شغله مهمه، يعني مش مهم نلبس كمامه نحطها هيك منظر، ما لنا ديكور ولا موضه. يعني هي الكمامه بده يكون لها وظيفه، الكمامه لازم تغطي الانف وتغطي الفم. وبعدين في شيء كثير مهم، اذا لبسنا الكمامه مش يعني ما في سوشيال ديستانسينج. نحن كنا عم نقول انه السوشيال ديستانسينج، العالم احيانا بتسال شو السوشيال ديستانسينج، بفكروا انه بس نبعد عن الشخص الاخر. السوشيال ديستانسينج هو نبعد عن الشخص الاخر مترين. لانه ليه؟ لانه اذا انا قاعده بوش شخص، هذا الشخص عنده سعال او عطس او حتى تكلم، ما بدي اقول عنده عم بيعاني من شيء، تكلم بيطلع منه رذاذات، بيصدر رذاذات وقطرات ممكن توصل للمترين. سو وقت توصل للمترين عم توصل للشخص اللي بوجهه، وهذا توصل للانف للفم، ممكن توصل للجهاز التنفسي وتعديه. سو السوشيال ديستانسينج مش يعني هيك ظاهره نتحدث فيها بالمجتمع، هي شيء بدنا نطبقه، لانه اذا ما عملنا سوشيال ديستانسينج الفيروس رح تضلها تنتقل. واذا لبسنا الكمامه مش يعني انه صرنا خلص حمينا حالنا. صح. ايه الكمامه ما بتغني عن السوشيال، ما بيغنوا عن بعض. دكتور هيك بسرعه لانه الوقت عم بيدهمني وبدي اسالك هالسؤال، ماذا عن اللقاحات اللي عم نسمع فيها جديد او عن العلاجات الجديده باختصار؟ أيه. لو سمحت. هلا طبعا كل العالم ناطره اللقاحات، كلهم اللقاحات، يعني في ضغط كثير لاصدار اللقاحات، في لقاحات عم نشغل فيها ببريطانيا والولايات المتحده، اكيد في ضغط كثير، ويعني كل فتره بيطلع تقرير انه ممكن تكون صارت قريبه، بس اكيد يعني عم نحكي قريبه، يعني ما عم نحكي هلا، يعني عم نحكي على القليل 6-7 اشهر. وبعدين بدك تتذكري يعني انه نحن منا البلدان اللي اول شيء رح يعطونا اللقاح، لانه اللقاح رح يكون بكميات محدده، بكميات اول شيء لبلدان معينه ولاشخاص بالمجتمع معينين، ما حيعطوا لكل المجتمع، رح يعطوا للناس الاكثر عرضه واكثر خطر انه ينصابوا، اذا انصابوا يكون عندهم مشاكل ويكون عندهم تداعيات من وراء الكورونا. فما يعني ما هيدا كله ما بيخلينا ما نلتزم ونتكل بس على الفاكسين، لا بدنا نتكل على حالنا. كل البلدان يلي كانت كثير ملتزمه بالسوشيال ديستانسينج وبغسل اليدين وبالتزام الكمامه هي البلدان يلي ما عانت قدنا او قد البلدان يلي مثل السيناريو الايطالي او غيره. صحيح. فكثير مهم لبس الكمامه بشكل صحيح، كثير مهم
انه نتجنب الالتصاق الوثيق، سوشيال ديستانسينج على مترين، كثير مهم غسل اليدين خاصه بعد مغادره الاماكن العامه، قبل تحضير الطعام، بعد قبل وبعد استعمال المرحاض، وكمان كثير مهم انه على طول ننظف الاسطح يلي بنشتغل يلي على طول بنلمسها، مثل التليفون، مثل السيلولر، مثل مقابض الابواب، ازرار الاضاءه، كلها هيدا ننظفها بشكل متكرر حتى ما يكون في اي سبب لانه ينتقل الفيروس لنا. واخر شيء بقول انه كل شخص ممكن يكون عنده كورونا بروفن اذروايز، يعني نحن بنطلع بشخص بنلاقي ما عنده عوارض بنبسط، لا ممكن يكون حامل الفيروس ما عم يعطي عوارض، ما في خطر عليه، خطر على الشخص اللي بوجهه اذا كان عم بيعاني من اي حاله مزمنه. صحيح، شكرا دكتور اميه مشرفي اختصاصيه بالامراض المعديه والجرثوميه، يعطيكي الف عافيه وان شاء الله الكل يتحمل مسؤوليه. شكرا. منتابع صباح اليوم وبنوصل لنعرف اكثر مع ايليت.